نصحاني بشكل ايه صح 100%. يرفعون هيك مثل لا دي انا بلعب على التليفون. كنت عم فكر اشتري ايباد، بيقولوا الببجي على الايباد كتير حلوة، بس عم فكر بعدني. عم امزح، ما بخليهم هيك، خلص عن جد اجرى مثل ما كان. المهم كنت عم فكر انه شو اسمه اشتري ايباد، ايباد برو من ابل، بس ما بعرف، فكر هيك انا عن جد محتاجيته و... بعرف وقعت تلفون على الخبرية. ايباد برو 2022، بجيب ايباد يوم عيدي. ايباد شو؟ شو بتنصحوني اجيب اذا بدي اجيب ايباد؟ اي ايباد بالضبط يعني؟ هو اكيد من ابل، بس انه اي. ثانك يو. هاي فاطمة، هاو يو؟ بفكر اجيب ايباد ولا اجيب ايفون 15 برو ماكس. انا عندي هالتليفون صار له زمان معي، 12 برو، بتعرفوا 12 برو ما كبير صغير، ف بعرف كنت عم فكر بدله ب 15 برو ماكس، لانه ما بحب، بطلت حب التليفونات الصغيرة يعني. ها وين هالغيبة؟ هون هذا تليفون يعني، مثلا فتحة منه لايف كبير بحبه، بس ها الصغير بطل كتير. جيب ايباد 12 برو 2022، بيجوا مع قلم او انا فيني اشتري وفيني لا؟ يعني عاد حط الحجاب لانه صرعونا، طبعا كل دي لا حط الحجاب، لا حط الحجاب، شو في؟ لا لا حجاب حجاب. قلم احلى، ما هو انا بدي مع قلم. الشبع عصير، شربت كتير اليوم. المهم بتعرفوا انا صايبني هلا تنفس، ما عم بقدر احكي منيح، انه هيك تحركت كتير اول لايف، ها ما لازم اتحرك، تعبت. بلشنا حركات ناوية. كم ساعة بتفتح البث؟ حسب، السحور مطول كتير، السحور بعد شي 3 ساعات. You're back. Yes. وعليكم السلام. ام اي طلع حلو. Thank you guys. ما عم بتكبسوا انتو؟ صار مفكر سكر اللايف. وين ساكني؟ كندا. لا ما تسكر، طيب كبسو كبسو حتى ما سكر. اوكي هلا حنعمل فقرة اسئلة لبين ما بلش العب جولات. اسألوني اسئلة، تسألوني أسئلة عمياء، إذا بشوف حدا كاتب بالكومنت، إذا بشوف حدا كاتب سؤال كتير عادي يعني، كتير عادي وهيك وما ما له أي معنى بالحياة، فما حرد عليه. لازم تسألوني أسئلة عمياء. يلا. You're so funny. Thank you. عندك ليل هلا؟ إيه. No cabe duda bonita como siempre. صبر. Thank you. انت والله حعملك ميوت يا بس ما انا مالي خلق، بس حعملك. شو
عشان مكياج حبي. هلا اسألوني شو تستخدمي من الأظافرك ولا شيء. في واحد مكسور هلا وهذا انكسر امبارح وهيدي الايد كلهم انكسروا. قلت لكم تسألوني اسئله عميقه ما حرد حتى يطلع سؤال عميق. ثانك يو علي نصر الدين. شو السحور ما بعرف. الله وين خالته؟ لا مش باللايف. قلت لكم الساعه 3 الفجر. لا ما حدا فيكم بيعرف يسأل. ما بتعرف تسأله اللي بيعمل لك ميك اب؟ مين؟ انا. مين بده يعمل لي ميك اب؟ تخيلوا كل يوم جيب حدا يعمل لي ميك اب. ليه؟ انت بحالك زمتي حدا؟ لا ما زمت حدا. ماي بيبي نو بيبي. رمضان اتس رمضان. عمرك دخلتي بعلاقة ما بعتقد. وين كنتي مختفية؟ عم بدرس. بحياتك حبيتي شخص من طرف واحد؟ لا. بحياتك حكيتي على حدا؟ للأسف ايه حكيت طبعا. بتعرفي ما بحس انه في حدا بحياته ما حكى عن حدا. يعني كلنا بنحكي، اكيد كنا حكينا من قبل، حكينا عن اهدافك. اي تي الحب خسارة في ناس غدارة صح. مرحب اهلا. انتو بعملكم حكيتوا على حدا؟ بدي thank you. شكرا. حكينا عن طموحك شو حابة تعمل. ما عم قولكم اذا حكيت ما بيتحقق، ما لازم احكي، لازم يضل سر. اشرح اكتر عن الاي تي. الاي تي شو اشرح لكم؟ يعني هو اختصاص بالكمبيوترز والانترنت وهيك. يعني في سايبر سيكوريتي اللي هو سايبر سيكوريتي مثلا بيكون بتحمي معلومات، او مثلا هلا شو اللي بتعلم اي تي، كل اللي بتعلموا اي تي بيتعلموا الهاكر تقريبا. فانا مثلا بقدر هاكر اسحب معلومات، أسرق يعني معلومات أو شيء وهيك. يعني هو اختصاص حلو، بس هني بقولولنا إنه يعني هني حيعلمونا الهاكر، بس بقولولنا ما تهكروا. يعني المس بتقولنا شغلك هاكر وبرمجة، المس بتقولنا إنه أنتوا حتتعلموا الهاكر، بس ما بدنا إياكم تصيروا هاكرز، بس هني بدون يعلمونا إياه عشان نعرف كيف نحمي حالنا من الهاكر. بس طبعا أنا يعني لما أتعلم الهاكر ما حيضل شيء مع هاكره على الإنترنت. مساء الخير مساء نور، كيفك؟ بنصحيني في أدرس بكندا؟ أكيد بكندا كتير كتير مطلوب. إيه سايبر سيكوريتي لك. أنت هكرتي قلبي. بيقول لي آدم دنيا رمضان. إيه شو يعني؟ عم أقول أنا بدي أتعلم الهاكر. شو حكيت؟ إيه وهيك. أي بتعرف قبل شوي كنت حدور اغاني ونسيت انه رمضان، بس رجعت سكرت. لو وقفتو تكبير سكبسو. بدك اسد؟ لا انا بشتغل بهذا المجال عن جد. وين انت بامريكا؟ ادوات الاختصاص يعني تقريبا سنتين، بس بتقدري انت تعملي اذا بدك تعملي يعني شو بيقولوا بقولولو نسيت باتشيلر شو يعني بالعربي. المهم فبتاخد معك ساعة 4 سنين. كاميران thank you. هكري مستشفى عنا. اوكي انا شو ما تكون بهكر بس لا اتعلم، بس بتدفعولي ما في شي بلاش. او هايدي ممكن بلاش اعملها يعني مبيني من اسمها اعادة تحضير. لا مش اعادة تحضير، هي
دبلومة سنتين، باشلر 4 سنين. قصدي مش عارف التحليل، قصدي بتصير مثل ماجستير هيك شيء.